الكثيرة هذه. صباح الخير مشاهدينا. الوضع الإنساني في لبنان اليوم وضع كارثي. عدد النازحين وصل لأكثر من 1,200,000 شخص، يعني 20% من عدد السكان. مع هذا العدد الهائل هناك احتياجات كمان هائلة راسل. فعلا، وأصبح عادي أن احنا نشوف منشورات استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي مكتوب فيها محتاجين فراش، أو هل في مكان لعائلة نازحة من الجنوب. وطبعا مع ضعف استجابة الدولة لهذه المطالب، المجتمع المدني هو اللي بيقوم بسد هذه الفجوة. شفنا النوادي الليلية تحولت إلى ملاجئ، مطاعم إلى مطابخ تطوعية وغيرها الكثير. صح باسل، وهذا هو المجتمع المدني، وإن كان في أبسط صورة لي هم ناس عاديين من تهام، من متطوعين يجمعوا التبرعات ويقدموا الغذاء للناس، وناس يعني كل هدفهم هنا هو مساعدة الآخرين. صحيح. عموماً في حلقتنا اليوم هنحكو عن أهمية المجتمع المدني، وهنشوف اليوم أيضاً كيف دول أخرى مثل روسيا تخنق هذا المجتمع المدني وتعاقب المنتمين إليه. يحذر بعض خبراء التقنية من سلبيات الذكاء الاصطناعي في مجال التوظيف. يكون كمان طبعا في ظلم، لأنه الـ AI ما بتعامل بالعواطف، هو بتعامل بالأرقام وبتعامل بالشفرات والخوارزميات، فهذا الشيء لا مش مزبوط. أحسن حاجة بالنسبة لي كتواصل، تواصل الإنسان مع الإنسان، تواصل الإنسان مع آلة أو مع ماشينة، في الآخر ماشينة أو AI حاجة ما عندهاش قلب، ما عندهاش تفكير، الحاجة دي بتأثر بالسلب. البيانات المنحازة والتحكم البشري الضئيل قد يتسببان بفقدان للشفافية والفرص المنصفة، ويؤثران سلبا على حدود التوظيف العادلة، وبالأخص للموظفين من الأجيال الصغيرة. يعني اللي مش هيواكب الكلام ده واللي مش هيدرس برمجة هيضيع. بنسمع كتير عن منظمات المجتمع المدني عملت، قالت، صرحت كلام كتير، وبنسمع في المقابل إنها بتعاني من التضييق الحكومي، أو حتى توصف بالعمالة في أحيان كثيرة، لدرجة إنه في ناس أصبحت بتشوفها بعين من الشك نوعا ما أول ما تسمع كلمة منظمات مجتمع مدني. فخلونا في البداية نبسط المفهوم شوية. بحسب موقع الإسكوا، هذه الجمعيات عملها تطوعي وغير ربحي، وهدفها تقديم خدمات مفيدة للمجتمع أيا كانت وأينما وجد الاحتياج لهذه الخدمات، وأيضا محاولة التأثير على السياسات العامة لما هو في صالح حقوق وحريات المواطن. نعم، يعني بمعنى آخر باسل، هي منظمات تشكل تنفيسة أو ممارسة للحرية الشخصية بعيدا عما تمليه وتفرضه الجهات الرسمية في البلاد. في روسيا لا مجال للتنفيسة، لا مجال لأي حرية من أي نوع كان، والدولة تشدد الخناق بكل الوسائل لقمعها. يعني في المجمل وزي ما قلتي، في روسيا لا مجال للتعبير المدني الفردي أو الجماعي من أي نوع، ومع أنه لا يوجد منع رسمي صريح يعتبر تأسيس منظمات المجتمع المدني شيء شبه مستحيل، ويلاحق بشراسة كل من ينضم إليها. نعم صحيح، ولو اضطرت الجهات الرسمية الروسية أنها تضع بعض الأفراد ظلما في قائمة المضطهدين والمحاربين أو المحاربين من قبل السلطات هناك باسل. منظمة العفو الدولية كانت ذكرت في عدة تقارير أن السلطات الروسية أدخلت على القانون جرائم جديدة تستخدم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف خنق المجتمع المدني، وأن الحكومة الروسية لا تأبه بأي مناشدات أو دعوات أممية لوقف حملة قمع وتخوين المدافعين عن حقوق الإنسان. القوانين القمعية في روسيا تحمي السلطات وتقضي على الأفراد. ظاهرة تدمير روسيا للمجتمع المدني وممارساته دليل جلي على خوفها. خوفها مما وممن؟ من أحقية مواطنيها في ممارستهم لمدنيتهم وحقوقهم وإنسانيتهم التي تعري تجاوزاتها. منظمة العفو الدولية كتبت في تقريرها الأخير أن روسيا في عام 2023 صنفت 54 منظمة و172 شخصا بالعمالة الأجنبية، و56 منظمة أخرى بالمنظمات غير المرغوب فيها. وفي أغسطس 2022
2020 تم تعديل القانون الجنائي لمعاقبة القيام بأنشطة المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي لا مكاتب مسجلة لها في روسيا. وقد جرم التعديل فعلياً جميع أشكال التعاون مع معظم منظمات المجتمع المدني خارج البلاد. روسيا بوتين لا تقبل الاحتمالات ولا المفاجآت، والسيطرة على المواطن الروسي وفكره وتوجهاته أولوية ولو جاءت على حساب حقوقه وكرامته. وكيف لا وبذريعة انتهاك الأنظمة المتعلقة بالعملاء الأجانب أو لأسباب تقنية، حلت السلطات مجموعات رائدة معنية بحقوق الإنسان، منها مجموعة موسكو هلسنكي، مركز سخارف، مركز سوفا. حتى منظمة ميموريال وهي أقدم منظمة لحقوق الإنسان في روسيا حركت بحقها قضايا جنائية ذات دوافع سياسية وتم حلها في العام 2022 بعد أن اعتقل ألكسندر تشيرنيشيف وهو عضو فيها بتهمة تهريب مواد ذات قيمة ثقافية بزعم محاولة نقل أرشيف منظمة ميموريال خارج البلاد. لأن روسيا تخاف من أدائها القمعي أن يرتد عليها ولو من بوابة حقوق الإنسان، هي مواظبة على قمع الإنسان وحقوقه وكل الأدوات والقنوات المهددة لنفوذها. حتى المنظمات غير الحكومية البيئية لم تسلم من حرب روسيا ونالت نصيبها. خلونا نناقش القضية اللي كنا بنتكلم فيها من لحظات، قضية روسيا وحربها الشرسة على منظمات المجتمع المدني، مع ضيفنا من القاهرة الباحث والمتخصص في الشأن الروسي والعلاقات الدولية الأستاذ بهاء محمود. أهلا بيك وصباح الخير عليك في البداية أستاذ بهاء. يعني من اللي احنا شايفينه أن روسيا بشكل ممنهج بتحاول أنها تقضي يوما بعد الآخر على كل منظمات المجتمع المدني والمنتمين إليها، مما تتخوف بالتحديد في رأيك؟ طبعا خير يا فندم، اهلا بحضرتك وبالمشاهدين الكرام. اي دوله يعني ترى ان هناك تهديد ما ياتي وسط حرب كبيره، ربما تراها حرب وجوديه، حرب يجب الانتصار فيها بغض النظر عن اي خسائر، سواء كانت خسائر عسكريه، خسائر بشريه، خسائر تتعلق بالطرف الاخر، تتخوف في كل لحظة من كل صوت مختلف مع الحرب، كل صوت لديه وجهة نظر أخرى تختلف عن توقيت الحرب وعن دالتها، تختلف أيضا عن الخطاب العام للدولة، تختلف عن رأي الدولة في هذه الحرب. الدولة تدشن لخطاب واحد له علاقة بالحرب وله علاقة بالوجود، له علاقة بكيفية التعامل مع الغرب سواء كان اتحاد أوروبا أو أمريكا، له علاقة بكل ما يتعلق بسياسات الدولة الداخلية التي بالطبع مرتبطة بالحرب فيما يتعلق بالبيئة، بالسياسات الداخلية، التمويلات، الاقتصاد، كل هذه الأشياء لا تريد الدولة أي معارضة فيها. وبالتالي المنظمات الحكومية عموما أو الغير حكومية سواء كان مجتمع مدني أو أي منظمة أخرى كلها قد تكون لها صوت مغاير، قد ترى المشهد بصورة مختلفة، وبالتالي تخشى هذه الدول خاصة روسيا أن يؤثر هذا الصوت إما على خططها، إما على يعني شق صف الدولة من باب إنه ربما يكون هناك كسرة سوف يعني يستمرون في هذه المسألة أو يتم تجنيد العديد ضد ما تراه الدولة، وبالتالي يكون حالة من حالات الاستقطاب المرفوضة في الحرب والتي تعني
انقسام الجبهة الداخلية ووجود أطراف أخرى ربما تكون غير مطلوبة الآن، ليس الآن وقت يعني حريات بوجهة نظر الدولة الروسية، ليس الآن وقت معارضة لخطط الحرب، ليس هناك أيضا كما حاجة لفكرة ملفات أخرى ربما ليست على أجندة الدولة، لأنه الآن اقتصاد حرب، اقتصاد مبني على مواجهة عقوبات، اقتصاد مبني على يعني موارد قليلة للاقتصاد في ظل العقوبات الغربية، وبالتالي كل هذه المسائل تكون يعني سهلة أو بسيطة أو يعني موافقة مع الدولة الروسية، لذلك سوف يكون من حين لآخر هجوم على هذه المنظمات، اعتقالات، غلق هذه المنظمات، سجن بقوانين جديدة مشددة، أو حتى على الأقل تفعيل قوانين كانت يعني غير موجودة في الفترة الماضية وهكذا. وبالتالي المشهد مشهد خوف، خوف من سقوط الدولة في وجهة نظر الحكم، نظام الحكم الروسي، خوف إنه أي مشهد قد يؤثر على الحرب، قد يؤثر نعم. على مفهوم الانتصارات. سيد بهاء، نعم، هذا الخوف يعني إن صح التعبير هل ازداد منذ بدء الغزو على أوكرانيا عام 2022؟ يعني في اعتقادي المشهد أصبح أسوأ، لأنه ما قبل 22 كان هناك حديث مع الولايات المتحدة، يعني خاصة في فترة ترامب تحديداً كان هناك يعني ملفات تم التوافق عليها، كان هناك ايضا روسيا جزء من مفهوم او منظومه الايست بلوتيك التي تتعلق بسياسه المانيا، تتعلق بضم روسيا ل يعني جزء من سياق تاريخ تتعلق باعتبار الطاقه هي احد الامور التي يتم التعامل فيها مع روسيا بالسياسة الشرقيه. هذه السياسه جعلت المانيا تتغاضى عن الكثير في علاقتها مع روسيا، كل هذه المسائل وحتى علاقة روسيا كدولة مسيطرة على النفط أو الطاقة عموما في الاتحاد الأوروبي، هذه المسائل بدأت تتلاشى، بدأت تفعل عقوبات خاصة بالنظام المالي، بدأت عقوبات خاصة بالطاقة، ثم بدأ هناك تقييد على عمل روسيا على حلفائها، بدأ هناك تقليل لحلفاء روسيا، بدأ هناك الخوف من فكرة العمل مع روسيا، كل هذه الأمور بدأ هناك يعني شد كثير على النظام الروسي، مما جعل هناك خوف طوال الوقت من أن تكون هناك أيضا حصار داخلي بخلاف الحصار الخارجي. نعم. ومن ثم يعني هناك بما يشبه ربط عنق ضد على روسيا. طوال الوقت بعد الحرب. نعم. نعم. يعني بداية فعلا كما ذكرت رغدة من 2022 بالتحديد في يونيو كان في بدأ نمط معين، شفنا مجلس الدوما بيقر قانون جديد بيسهل على السلطات تصنيف المنتقدين على أنهم عملاء أجانب. عام 2023 تم تصنيف 54 منظمة و172 شخص بأنهم عملاء أجانب، وتصنيف 56 منظمة بأنها منظمات غير مرغوب فيها. رأيك يعني في هذا المبرر، مبرر العمالة، الخيانة، الجاسوسية، هل استهلك؟ لا أعتقد أنه استهلك لسبب بسيط، أنه النظم الحزب الواحد أو النظم ذات النظام يعني ما يشبه النظام القطب الواحد أو النظام غير الحزبية أو نظام الصوت الواحد، كلها أنظمة ما زالت ترى إنه من يخرج عن الصوت الواحد، من يخرج عن صوت الحزب الرئيسي الحاكم، من يخرج عن على سياسة الحكومة، هم خونة عملاء، بالإضافة إنه وقت حرب، والحرب يعني كما يقولون لا صوت على فقط في المعركة، وبالتالي ليس من مطلوبا أو مرغوبا أن يكون صوت آخر مختلف عن صوت الدولة، وبالتالي هذا القانون هو قانون مفهوم وثابت في دول كثيرة على مستوى العالم. كل يعني من أي دولة ترى إنه الديمقراطية ليست حلا أو الديمقراطية ليست يعني مطلوبة الآن أو الديمقراطية قد تعوق فكر النظام وطريقة عمله وعلاقته مع الآخرين، سواء الآخرين هؤلاء كانوا داخل الدولة أو غيرها، يتم استجلاب بعض السرديات التاريخية. هذه السرديات جزء منها فكرة إنه من ليس مع النظام الآن فهو ضده، من يختلف في رؤية النظام فهو ضده، بالتالي من ضد النظام هو ضد البلد، لأنه البلد هو النظام. نعم. من ثم هو هناك تشابك ما بين مفهوم الحكومة ومفهوم الدولة. الطبيعي أن الحكومة تنتقد، لكن الدولة لا تنتقد، الدولة هي الدولة الأم، هي الدولة
التي يعني لكل مواطن، لكن الحكومة لكل الحكومة هي حكومة مفترض منتخبة بناء على أيديولوجية أو أجندة لحزب ما. وبالتالي عندما نفرق ما بين المسألتين تحت عن الدولة المقضية، عندما نتشابك بين المسألتين مسألة الدولة هي نفسها الحكومة هي نفسها المواطنين، هناك خلط كبير، ومن ثم هناك يعني مبدأ الخيانة مربوط بفكرة أن من يخرج على هذه المنظومة الثلاثية المتحدة. وهل تتضمن الحكومة رئيس الدولة؟ ما الحكومة مفهومها العام، المفهوم اللي هو إذا كان رئيس لأن هناك تفرقة في أنظمة كثيرة، يعني ليس فقط في روسيا، في تفرقة ما بين الحكومة من رئيس وزراء ووزراء وبين رئيس الدولة اللي بيعتبر في هذه الأنظمة جزء من الدولة اللي أنت ذكرتها. هنا يجب أن نفرق بمفهوم العلمي لكلمة الحكومة. الحكومة ليس المقصود بها فقط شكل للتقييد الرئيس الوزراء، الحكومة هنا بمفهوم النظام السياسي الذي يحكم، سواء كان نظام مختلط على الورق، يعني بمعنى أن رئيس وزراء لديه ملفات وأحزاب وغيره، ورئيس دولة إما شرفي أو رئيس يتقاسم السلطة. لكن في كل الأحوال في الأنظمة المستبدة نعم. يعني عدم الحزبية أو الدستورية يتم تلخيصكم. طيب في مشكلة في الصوت يبدو أن مع سيد بهاء. سيد بهاء طيب تواجهنا مشكلة يبدو في الصوت في التواصل مع السيد بهاء محمود الباحث والمتخصص في الشأن الروسي والعلاقات الدولية. في تقرير الحرية عبر الإنترنت لعام 2024 الصادر عن منظمة فريدم هاوس الأمريكية، وضع التقرير مصر والسعودية وروسيا ضمن الدول التي لا تتمتع بحرية الإنترنت، وصنف الصين وإيران وميانمار ضمن قائمة الأسوأ. رصد تقرير حرية الإنترنت لعام 2024 الصادر عن منظمة فريدم هاوس إمكانية وصول 5 مليارات نسمة حول العالم لخدمات الإنترنت، لكن 79% منهم يعيشون في بلدان حيث يمكن اعتقال أو سجن الأشخاص بسبب التعبير عن آرائهم عبر الفضاء الإلكتروني. وأوضح التقرير أن نحو نصف مستخدمي الإنترنت عبر العالم يعيشون في بلدان تمارس حكوماتها قطع الخدمات عنهم لأسباب سياسية. نرى كل عام زيادة في مناورات تقنية وتشريعية من حكومات عدد من الدول لحظر المواقع الإلكترونية المستقلة أو قطع الإنترنت، وهذا لا يسمح لتلك الحكومات بانتقاء المعلومات التي تصل للمستخدمين فقط، بل يؤثر بشكل كبير على حرية الحصول على المعلومات بشكل متساو للجميع عالميا، وهو ما يؤثر على الديمقراطية على المدى البعيد. وأشار التقرير إلى تراجع العراق 3 درجات على مؤشر حرية الإنترنت ليحصل على 40 من أصل 100 على أنشطة شملها التقرير بالدراسة، لافتا إلى تعرض الصحفيين والمدونين والناشطين لما وصفها بالانتهاكات الروتينية وعمليات الخطف والاغتيالات. ووضع التقرير الصين وميانمار وإيران ضمن الدول الأسوأ على مؤشر حرية الإنترنت، فيما صنف روسيا والسعودية ومصر ضمن الدول التي لا تتمتع بحرية الإنترنت. رصدنا عدة أشكال وطبقات للمراقبة التقنية التي تمارس ضد حرية الإنترنت، بعضها مباشر والآخر غير مباشر، مثل قطع الخدمات لأسباب مختلفة في عدد من الدول. من خلال عملنا تمكننا من رصد اختفاء المستخدمين في مدن بالكامل انقطعت عنهم الخدمة، وكذلك رصدنا حظرا للعديد من المواقع الإلكترونية المستقلة، بالإضافة إلى حظر منصات VPN. وأشار الباحثون المشاركون في إعداد التقرير إلى أن الولايات المتحدة تتمتع بقدر كبير من حرية التعبير عبر الإنترنت، لكن المشكلة تكمن في انتشار المعلومات المضللة قبيل انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية. وأوضحت منظمة فريدم هاوس في فعالية افتراضية عقدتها لإطلاق تقرير حرية الإنترنت لعام 2024 مدى إمكانية تأثير انتشار المعلومات المضللة وانتهاكات حرية الإنترنت على الديمقراطية على المدى البعيد. سارة نور الدين، الحرة، واشنطن. نذهب إلى فاصل وبعده نتعرف على دور الذكاء الاصطناعي في عملية التوظيف. ابقوا معنا.
خلونا نغير المود شوية، نرجع نتكلم عن أمور حياتية ومن أهمها يمكن سوق العمل. بعد تخرج أي شخص أي شاب، الخطوة الأولى للبحث عن عمل هو إنشاء سيرة ذاتية، إنشاء CV، طبعا يكون مكتوب ومصاغ بطريقة بتبرز أهم مهارات هذا الشخص ونقاط قوته كمان. هي مهمة في العادي مش سهلة، يعني محتاجة وقت ومحتاجة ترتيب، ولكن اليوم أصبح في طريقة جديدة مش بس سهلة الكتابة لكن كمان بتعيد صياغة CV كل مرة بحسب نوع الوظيفة اللي بيتقدم لها الشخص. نعم، يعني سهلت الدنيا شوية على الناس المتقدمين على وظائف بالتأكيد. والحكي هنا أكيد عن الذكاء الاصطناعي اللي على ما يبدو هيغير تفاصيل عالم التوظيف بشكل جذري. بحسب منصة كيك ريزومي فإن أداة إنشاء السيرة الذاتية بالذكاء الصناعي يثق بها 5 ملايين باحث عن عمل. وإلى جانب التطور الكبير اللي ذكرناه، الذكاء الاصطناعي مش بس هيستخدم لكتابة السير الذاتية ولكن كمان لفحص السير الذاتية المرسلة لأي مكان عمل لأي شركة وتقييم الأشخاص والمقابلات لهؤلاء الأشخاص المرشحين للوظيفة. نعم، ويمكن استخدام الآلة أيضا وتصنيفها يعطي شعور بأن القرارات هتكون منصفة أكثر والفرص هتمنح بشكل متساوي، ولكن على ما يبدو الواقع مختلف هنا بعض الشيء. صحيح، والفعل حصل أنه مؤخرا حذر خبراء التقنية من أنه الذكاء الاصطناعي ممكن أنه يكون أكثر تحيزا من البشر مش العكس، والسبب أنه الذكاء الاصطناعي بيتعلم من البيانات المقدمة له واللي ممكن جدا أنها تحتوي على تحيزات بشرية من الأساس. نعم، هو معتمد على البيانات بالتأكيد، وهنا ممكن فعلا يحوي على تحيزات، وهذه التحيزات بالتبعية يعني ممكن تنتج في النهاية أنظمة توظيف غير عادلة. يزداد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التوظيف والمقابلات. منصة لينكدإن المعنية بالتوظيف ترجح أن الاعتماد سيزيد بشكل أكبر على هذه التقنيات مع الوقت. أدوات الذكاء الاصطناعي بحسب المنصة يمكنها تسهيل عملية التوظيف بشكل كبير من خلال تعزيز جودة البحث عن المرشحين، القيام بمهام فرز السير الذاتية والمفضلة بينها، وبالتالي تقليل تكلفة التوظيف على الشركات واختصار الوقت اللازم لاختيار الموظف المناسب. ومع ذلك يحذر بعض خبراء التقنية من سلبيات الذكاء الاصطناعي في مجال التوظيف. هذه الأدوات تعتمد على البيانات المدخلة لها والتي لا يمكن ضمان عدم تحيزها بحسب منصة تكنولوجي أدفايس. البيانات المنحازة والتحكم البشري الضئيل قد يتسببان بفقدان للشفافية والفرص المنصفة ويؤثران سلبا على حظوظ التوظيف العادلة، وبالأخص للموظفين من الأجيال الصغيرة الذين سيشكلون مستقبلا نحو 30% من القوى العاملة حول العالم. نحكي أكثر عن الموضوع، معنا خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي رامز القرة. سيد رامز، صباح الخير عليك. كيف يمكن تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقليل التحيزات في عمليات التوظيف؟ صباح الخير بداية لك ولجميع المستمعين. خلينا نقول إنه الذكاء الاصطناعي بداية ببلش عملية التدريب تعيده أو يتم تدريبه على مواضيع مثل فلترة CVs أو اكتشاف CVs من خلال بيانات موجودة أصلاً في هذه الشركات. يعني على سبيل المثال، إذا أنا شركة معنى عندها يعني تعتني بشكل أساسي بتوظيف ناس من جامعات معينة بلغات معينة بسكيلز معينة سكيلسات معينة إلى آخره، بكون عم بشتغل ودرب الذكاء الاصطناعي ليقدر يفهم هو المواضيع. على سبيل المثال، إذا أنا بدي شخص بيكون عنده خبرة باللغة الإنجليزية وهو متخرج من جامعة تكنولوجيا وهو بنفس الوقت لديه خبرة 5 سنوات في مجال الذكاء الاصطناعي، فأنا بما أنه بيوصلني عدد كبير من CVs أقوم بتدريب الذكاء الاصطناعي على استخراج هيدي الفيتشر أو هيدي المعلومات من CVs بمرحلة السكرينينج اللي بتصير ببداية العمل، ويتم تدريبه على هذه العملية بشكل أساسي لاستخراج المعلومات ومعرفة مين الأشخاص الأكثر تناسبا مع هذه الوظيفة. وطبعا عم نحكي بمرحلة بالبداية جدا قبل حتى ما ينعمل الانترفيو مع هول الناس أو يتم تعليمهم. يعني أنا بجيب CV
بيستخرج منه المعلومات السكيل سيت تاعيته، حتى عن وين مكان عمله، في يعرف اذا هو عنده خبره بالسفر، اذا هو مسافر عنده خبره بالعمل مع بلدان مختلفه. كل هالانواع من الخبره بقدر استخرجهم من خلال تقنيات مثل جي بي تي وغيرها، اللي بتسمح لي افهم اكثر او المحتوى تاع هيدا السي في تاعيته، واقدر بناء عليه اعطي سكور معين للموظف او للشخص اللي عم يقدم عليه. وطبعا مع وجود اليوم كميات خصوصا بالشركات الكبيره بس يوصلون الاف السي فيز، وكان احد التحديات الاساسيه صعوبه انه ينعمل سكريننج لهول السي فيز، وبالتالي الوصول لل خلينا نقول المرشح الاكثر مناسبه للوظيفه، كان التحدي الاكبر نعمله سكريننج، لانه يعني انت بحاجه عدد كبير من الموظفين. اذا في بعض البوزيشن اذا بنفوت على لينكد ان بنشوف من اللي مقدم عليها 5000 و4000 وارقام كثير كبيره، فطبعا هو اللي بحاجه للناس ينعمل لهم سكريننج، يشوفوا السي فيز ويراجعوا. اليوم بوجود الذكاء الاصطناعي صرنا قادرين نعمل سكريننج لهول الناس كلهم، ونفهم هول السي فيز كلهم مين الاكثر تناسبا مع الوظيفه اللي رحنا عم نقدمها، وهيك يتم تدريب الذكاء الاصطناعي يعني استخراج الفيتشر. التطور والكلام اللي ذكرته كله كلام جميل وتطور مهم في هذا المجال، واستخدام مناسب في اعتقادي للذكاء الاصطناعي، لكن ايه قصة التحيز؟ ليه النهاردة في كلام كتير عن فكرة التحيز، انه الذكاء الاصطناعي ممكن يكون انتقائي بصورة غير صحيحة، يميز ما بين الاشخاص المتقدمين بشيء لا علاقة له بالوظيفة او بالمهنية خالص؟ صحيح، الذكاء الاصطناعي هو تماما مثلنا رحنا كبشر، ومتعرض لنفس التحيز اللي رحنا نحصل عليه كبشر. بمعنى اخر لتقريب الصوره، اليوم واحد اذا عنده ولد صغير او طفل او ابنه عم يعلمه وتعلم بكلتشر معينه، انه في اشخاص معينين سيئين او في اشخاص معينين غير جيدين، بيربى بهيدي الطريقه، انه المعلومات اللي وصلته انه هيدا الكاتيجوري من الناس اللي سيئين، فبصير متحيز ضده. وهناك قصه شهيره صارت لما جوجل ببداياته كان عم يعمل تدريب للذكاء الاصطناعي على ديتكشن للاشخاص او معرفه انه هيدا شخص، هيدا حيوان، او هيدا كذا وكذا وكذا، لانه الداتا اللي تم تدريبه عليها، تم اعطائه داتا للذكاء الاصطناعي مثل ولد لا تدريبه، وهذه الداتا كانت كلها تمتلك اشخاص ذو بشره بيضاء. فلما تم استخدام الذكاء الاصطناعي واعطائه صوره لشخص ذو بشره سمراء، اكتشف انه هذا الشخص او قال انه هذا الشخص هو قرد، وكانت قصه كثير مشهوره. ولكن المشكل ما كان بالذكاء الاصطناعي، المشكل الاساسي كان بخلال عمليه التدريب للذكاء الاصطناعي لم يتم تزويده باي شخص، تماما كانه طفل بعمره كله ما شايف شخص اسمر، فاول مره بيشوفه بيتفاجئ فيه. هذا مثال. نفس الموضوع بيصير بالذكاء الاصطناعي لما يكون رحنا عم ندربه على توظيف الناس. فاذا انا في بوزيشن معين، الداتا اللي انا مدربه عليها قايل له انه اللي بيشتغلوا بهذا البوزيشن ال1000 شخص اللي هن مناسبين، وعم بعطيه امثله عنه اللي يتدرب عنه، ال1000 هن رجال على سبيل المثال. لما تقدم فتاه لهذا البوزيشن او امراه، لانه هو مدرب انه الاشخاص اللي عاده بيشتغلوا بهذا البوزيشن هن رجال، فبيجي بيقول انه لا، بيتحيز ضده وبيقول انه هي شخص غير مناسب، مع العلم انه هذا الشخص بيكون عنده سكيل سيت والمعرفه وغيرها. كمان نفس الموضوع بالنسبه للجنسيات، يعني اذا عاده هذا البوزيشن بيتقدم عليه جنسيه مثلا لنقول امريكيه او بريطانيه او غيرها، وفجاه تقدم عليه شخص يمني، والداتا سيت اللي موجوده بتقول انه ما في اشخاص مش موجوده، مش بالعاده ما اشتغلوا بهذا البوزيشن او السي فيز اللي عندنا اياهم مدربين عليها، ما قايلين له انه يشتغل باشخاص من هالجنسيات، بيصير الذكاء الاصطناعي يتحيز ويعطي علامه اقل للاشخاص اللي بيعملوا هذا الموضوع. فبالتالي عمليه التحيز اللي بتصير بالذكاء الاصطناعي بتبلش بانه رحنا لما نقوم بعمليه التدريب وتجهيز هذا الموديل او هذا الانجن اللي عم نعمله لاكتشاف السي فيز وغيره وتحليله وغيره، بس نعطيه الداتا بشكل متحيز بطبيعه الحال حيصير متحيز، تماما مثلنا رحنا كبشر لما نكون رحنا متحيزين لانه تدربنا وعشنا بمكان معين بستراكشر معين بطريقه معينه بتحيز ضد اشياء معينه. نعم، طيب، يعني بالامكان تصحيح هذه التحيزات مش تصحيحها او وضع محددات او بيانات معينه تدخل على الذكاء الاصطناعي حتى لا يكون هناك تحيزات. لو امكن تشرح لنا بعض الاساليب التقنيه اللي ممكن تستخدم اليوم حتى تدخل بيانات ولا تكون متحيزه فلنقل. نعم، بداية خلينا نقول انه لنقدر ندرب ذكاء اصطناعي على اي موضوع فهي بتمرق باكثر من مرحله. اول مرحله هي جمع المعلومات، يعني لنقول انا بدي ادرب الذكاء الاصطناعي على اكتشاف السي في المناسبه لوظيفه مبرمج. فاول ستيب بتكون انه انا بروح بجمع 10,000 مبرمج بالعالم، بجيب السي في تاعيتهم وبيجي بقول للذكاء الاصطناعي انه هاي ال 10,000 سي فيز هن ال 10,000 سي فيز لمبرمجين جيدين، يعني هاي اول ستيب.
لا هلا عمليه الجمع هيدي بتكون عاده عشوائيه، لانه عم نجرب نجيب ارقام كبيره، انا قلت 10,000 واكثر من هيك بكثير الرقم، فبالتالي بيجيبوا الاشخاص. قد تكون هيدي المعلومات ان انا جبتها من مكان واحد بيكون هي الداتا سيت بنسميها بتكون متحيز نوعا ما، ففي تقنيات يتم استعمالها للتقليل من هذا التحيز. طبعا التقليل لانه الغاء هذا التحيز موضوع صعب، بده شغل كثير وبيضل بايتريشن معين لننهي 100%. فاول بدايه بنجمعها، بعدين بنعمل تقنيات اسمها داتا كلينزنج، وبنجي بنحط كرايتيرياز معينه، بنقول انه رحنا بدنا نتاكد انه هيدي الداتا دايفيرس، في داتا من في عندنا سي فيز ل نساء ولرجال، ما عندنا سي فيز بس للرجال مثلا، بدنا السي فيز يكونوا مقسمين مثل ستاتستكس من معينات من بلدان مختلفه، مش بس من بلد معين، من بلاد عربيه، بلاد اجنبيه وغيرها. وبنجي بنعمل هذا الموضوع الاول، هي رقم واحد. رقم اثنين، في شيء اسمه داتا ماسكينج بنعمل. شو يعني داتا ماسكينج؟ يعني انا لما اكون عم بدرب الذكاء الاصطناعي ما بدربه على الاشياء اللي بالنسبه لي مش مهمه، يعني مثلا انا ما بيهمني دربه على عمر الشخص بالوظيفه لانه انا ما بدي اتحيز ضد العمر، فبالتالي اصلا ما بعطيه هذه المعلومه للذكاء الاصطناعي خلال عمليه التدريب. انا ما بدي دربه مثلا على اسم الجامعه، ما بيهمني اسم الجامعه، بيهمني السكيل سيت تاعته، بيهمني هذا ما بدي يتحيز لجامعات معينه، او يمكن بدي يتحيز حسب انا كيف بدي ادرب هذا الانجن بالذكاء الاصطناعي. فانا بيجي بعمل عمليه اسمها داتا ماسكينج، وما بزود الذكاء الاصطناعي اصلا بهالمعلومات حتى ما يتحيز لها، لانه انا مجرد ما زودته بالمعلومات هو حيكون العقل تاعه والموديل تاعه، وبالتالي ما عندي سيطره على هو كيف بيعمل تصنيف او كيف بيعمل بريدكشن للداتا تاعتها. فاذا اول شيء بنعمل عمليه تجميع، بنتاكد بالتجميع انه عم نجيبها من اماكن مختلفه، ثاني شيء بنيجي بنعمل نوع من الداتا كلينزنج للداتا، وثالث شيء بنعمل داتا ماسكينج. لما نعمل هول المواضيع كلها، لما يبلش استعمال الذكاء الاصطناعي بنرجع بنتاكد وبنعمل تيستينج لهذا الذكاء الاصطناعي، وبناخذ شيء بنسميه الادج كيسز اللي هن مثل انه نعطيه لبوزيشن معين حدا كبير في العمر ونشوف كيف عم يتفاعل مع الموضوع. اذا ورا هذا الموضوع تبكيا يعني انه بعد في شويه نوع من التحيز، يعني مثلا اكتشفنا انه اوكي تدرب ولكن لسبب ما زال متحيز ضد هذا الموضوع، بنرجع بنعمل مرحله اسمها ريفايننج بالتريننج بالتدريب، يعني بنرجع بنعطيه داتا من جديد وبنقول له لا هيدي الداتا، بنصلح له معلوماته، بنصير نقول له هيدي الداتا، هذا الشخص اذا اجى هالبوزيشن هو انسان جيد، علامته عاليه، ما لازم تكون علامته واطي. فاذا اجيك واحد قدم على بوزيشن وعمره 50 سنه، انا ما بدي اتحيز ضد العمر، لو كان عمره كبير اعطيه علامه عاليه، وبيجي بقول للذكاء الاصطناعي هذا علامته عالي، وهكذا. وبضل بعمل هيدي الايتريشن لك انت تماما كانه عم بعلم ولد صغير، وبقول له اكثر مره لا هذا شيء جيد، هذا شيء مش سيء، وبعمل هيدي العمليه اكثر مره لحد ما يوصل لمرحله من الماتشوريتي ويجي يقول لا صحيح هيدا الشخص فيه يقبل بهذه الوظيفه وفيه يقبل بهذا الموضوع ما يكون له تاثير. طيب انا في قصه حابب اني افهمها منك، هي ما لهاش علاقه بالضروره بالتحيز، ولكن احنا بنتكلم عن انه الذكاء الاصطناعي هيقوم بفلتره او بتحديد الشخص المناسب من خلال السيفيهات المقدمه، وفي الجانب الاخر اتكلمنا من شويه عن انه الموظف هو كمان هيستخدم الذكاء الاصطناعي في عمل السي في لكل وظيفه، في سي في مختلف، سيره ذاتيه مختلفه بيعملها الذكاء الاصطناعي بحسب الوصف الوظيفي اللي متدرب عليه الذكاء الاصطناعي اللي هيقبل الوظيفه. فهمني العلاقه ذكاء مع ذكاء، القصة هيبقى شكلها ايه؟ صحيح، هيدي من التحديات الكبيرة اليوم عم بتصير، انه انعمل الذكاء الاصطناعي لتحليل قدرات الاشخاص، فصاروا هن بيستخدموا الذكاء الاصطناعي. اول شيء طبعا الذكاء الاصطناعي حيصير جزء من التولز اللي العالم بتستعملها بحياتها اليومية بشكل طبيعي، ولكن بهيدا الموضوع بالذات دائما بس يتم تطوير شيء بيتم تطوير المضاد له. صار في شيء اسمه ديتكتنج اي اي، يعني اليوم انا اذا بعمل سي في تاعتي على الاي اي، هيدي الانجنز اللي عم نحكي عنها في عندها مرحله بالاول تقوم بفلتره، وفي شيء اسمه زيرو جي بي تي وغيره، وتكتشف قد ايه نسبه الاي اي بالداتا تاعتك، وصار في نوع من الاوتوميشن انه اي حدا مثلا بيقدم كفر لتر او بيقدم بيبعت ايميل 100% بنعمل له جنريشن بالاي اي، يتم اكتشاف هذا الموضوع ويتم استبعاده، لانه بيعتبروا انه صاروا كانك عم تبعت اشياء الي اوتوميتد او غيرها. هاي رقم واحد. طبعا بيقدر الانسان يستخدم الذكاء الاصطناعي لياخذ منه افكار، لياخذ منه ايديز، وبعدين يرجع يكتبهم. بتقلي هل بيقدر يكتشفه؟ نعم، اذا اليوم انت بتعمل سي في تاعيتك او الطلب العمل تاعك تماما 100% بخلال الذكاء الاصطناعي، في ادوات اي حدا هلا من العالم بيكتب زيرو جي بي تي على الانترنت على جوجل بيلاقي اداه بتعطيها هيدي المعلومه، بتيجي بتقول لك قد ايه نسبه استخدام الذكاء الاصطناعي فيها، لانه رغم الذكاء الاصطناعي وقدراته فهو عنده باترنز معينه وعنده طريقه عمل معينه وطريقه جنريشن معينه،
سمحت لنا نعمل ادوات تسمح لنا لاكتشاف هذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع في مثل سبق يعني بيتطوروا شوي بالذكاء الاصطناعي، بيتطور الناس اللي بيكتشفوا الذكاء الاصطناعي ويطبق مش بس على موضوع السي فيز، يعني كلنا سمعنا بالديب فيك والناس اللي بتعمل جنريت لفيديوز من خلال الذكاء الاصطناعي، حتى اوقات بس تقدم عمل بيطلب منك فيديو صار فيك تعمله بالديب فيك وغيره. فبالتالي اللي عم تحكيه حضرتك صحيح 100%، هناك ادوات وادوات مضاده، وطبعا احنا ما زلنا باول الطريق بهذا المجال والطريق جدا طويل. نعم، شكرا جزيلا لك خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي رامز القره، شكرا لك. خلال حلقه اليوم ايضا هنتعرف على سموم الايصالات الورقيه، خطر خفي في جيبك. بعد الفاصل كلامنا في ملف التوظيف بالذكاء الاصطناعي مستمر، وحنتعرف على دور الجيل زد في ثورة التوظيف بالذكاء الاصطناعي. أنه الجنزي بيشكل حوالي 30% من سكان العالم، ومن المتوقع أنه كمان يمثل حوالي 27% من القوى العاملة بحلول عام 2025، فده معناه أنه بالتالي هيكون الأكثر تأثراً بأي تطورات بتحدث في عالم وسوق التوظيف. نعم، سوق العمل. فعلا باسل، وهنتعرفوا الآن على أبرز الحقائق حول جين زي في مجال العمل والتوظيف، وهذا بحسب منصة What's the Big Data. نتابع. وكنا سألناكم بالمناسبة عن رأيكم في هذا الموضوع، عن تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبلكم الوظيفي، وإذا كنتم بتعتقدوا أن الذكاء الاصطناعي سيغير من عملية التوظيف بشكل جذري. الذكاء الاصطناعي هو شيء كويس، هيساعد الناس أنها تشتغل شغلة أو عمل آخر وتعطي وقتها أمور أهم. والخوف اللي كان من الذكاء الاصطناعي أظن نفس الخوف اللي كان في السنوات اللي قبل على الكمبيوتر في الثمانينات والتسعينات. كثير من الناس خافوا على شغلهم أنه ينقرض، باش ده موقعش. فبالتالي أظن أن الذكاء الاصطناعي غيساعد الناس على أنها تعطي وقتها في أمور أخرى أهم. زمان كنا بندخل نشوف مواقع، بنشوف لينكات ان احنا نقدر نشوف بيها الوظائف المتاحه بالنسبه لنا، لكن دلوقتي بعد وجود الاي اي وانتشاره بشكل كبير قوي الموضوع بقى اسهل بكتير. انت وانس ان انت بتدخل بتكتب كلمه معينه، الاي اي بيجيب لك كل حاجه خاصه بالكلمه دي، فدي يعني از سيرش هي حاجه كويسه جدا. والله بصراحه بالنسبه للمجال المهني تبعي ما هيأثر، بس هيأثر على مجالات أخرى زي البنوك، زي عالم البزنس، زي ممكن الأشياء اللي بتتطلب أعمال مكتبية أكثر. أنا مجالي بمجال الفعاليات والإيفنتس مانجمنت، وهيدا ما اعتقد انه حيأثر على المجال تبعنا، لانه هيدا المجال بده ابداع، والاي اي ما حيوصل لمرحله الانسان والابداع تبع الانسان. بكون كمان طبعا في ظلم، لانه الاي اي ما بيتعامل بالعواطف، هو بيتعامل بالارقام وبيتعامل بالشفرات والخوارزميات.
فهذا شيء لا مش مزبوط. هو الذكاء الاصطناعي لو هنتكلم عن السلب والإيجاب على الوظائف، أنا وأنا شغال محاسب دلوقتي بقى الاوتوميشن والاي اي بقى يخش كتير في المحاسبة، هو بيأثر طبعا، بس ممكن نعتبر ان ده في مصر شويه العمليه بتاعت الاي اي مش سهله او مش سلسه، فالموضوع يعني هياخد وقت شويه، بس هو بيأثر او بيأثر. احسن حاجه بالنسبه لي التواصل، تواصل الانسان مع الانسان، تواصل الانسان مع اله او مع ماشين، في الاخر ماشين او اي اي حاجه ما عندهاش قلب، ما عندهاش تفكير، تمام؟ الحاجه دي بتأثر بالسلب بالنسبه لي انا، بتأثر بالسلب، بستخدمها بستخدمها الى حد ما، بس هي في الاصل انا شايف بتأثر بالسلب شويه، بتفيدنا في حاجات وبتأثر على انسانيتنا وادميتنا في حاجات ثانيه. استخدام الذكاء الاصطناعي هيأثر على حاجات كتير جدا، على الشغل وعلى كل حاجه ممكن تكون مستقبليه جايه. هو هيفرق معايا بحيث ان انا اكون مواكب للاي اي وفاهم يعني ايه اي، وادرس معاه كودنج اهم حاجه، وده اللي جاي. عندك 70% من الشركات كلها هتقفل، كله هيعتمد على الاي اي، واوريدي في شركات كتير جدا تعتمد على الاي اي، ف يعني اللي مش هيواكب الكلام ده واللي مش هيدرس برمجه هيضيع. انت دلوقتي ممكن ما تكونش خريج حاسبات ولا الكلام ده كله زي الاول، المعاهد والكليات دي، انت ممكن تكون معاك ثانويه بس، تروح تاخد كورس برمجه تدرس كودنج. الكودنج ده يا جماعه يعني يا ريت الناس تعمل سيرش عليه، ده اللي جاي. يعني ممكن نلاحظ في اتفاق عند الناس انه التعامل مع آلة يعني ما يكون شبه التعامل مع انسان، وممكن فكره العواطف والمشاعر والقلب هذه اللي الناس مركز عليها اكثر، انها في جفاف في التعامل، في جفاف عاطفي عاطفي في التعامل ما بين الشخص وما بين الآلة عموما، بس هي شيء مساعد للناس ربما في اعمالهم، وهذا ممكن لبعض الناس حكت عليه. عموما مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياه، الكثير من الناس تتساءل عن تاثير هذه التقنيه في سوق او على سوق العمل وعلى عمليات التوظيف. نحن طرحنا سؤال على منصة إكس، هل عندكم مخاوف من تحكم الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف وفرز السير الذاتية؟ والإجابات كانت كالتالي: 77.5% أجابوا بأن عندهم مخاوف من هذا الأمر، بينما 22.5% أجابوا بلا وشايفين أنه هو أمر عادي. في نوع من المعارضة شوية، في وعدم التقبل، خلينا نقول شويه بوش باك تحس من الناس، بس يعني 77% اجابوا بان خايفين من الموضوع هذا. خلينا نسالوا اكثر الخبير في التوظيف والموارد البشريه صبحي الحمصي. صباح الخير عليك سيد صبحي. فعليا كيف يتم دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف والمقابلات وفرز السير الذاتيه؟ لانه نلاحظ الناس عندها تخوف من هذا الامر بعض الشيء. صباح الخير لكم. صباح النور. طبعا نعرف انه الذكاء الاصطناعي اليوم عم بيحقق ثورات في عده مجالات، واكيد الموارد البشريه هي جزء من هاي المجالات في اداره الاعمال عاده والمؤسسات. الحقيقه موضوع التوظيف هو اول التأثيرات اللي شفناها على الموارد البشرية، يعني موضوع الذكاء الاصطناعي أول ما دخل في الموارد البشرية دخل في عمليات التوظيف، فبالتالي أثر بشكل كتير كبير وصار في تطبيق بشكل سريع جدا في مجال الموارد البشرية. اليوم خبراء التوظيف بيستخدموا الذكاء الاصطناعي، طبعا بيستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي، وفي تأثير كبير على موضوع عملية التوظيف، لأنه معهم زي ما بتعرفوا عملية التوظيف تتكون من عدة مراحل، فالمراحل زي ما ذكر التقرير عملية الاختيار المرشحين، أو خلينا نحكي كيف نختار السي في المعينة، طبعا يعني هي أول مرحلة ظهر أثر الذكاء الاصطناعي عليها، من حيث طبعا توفير الوقت والجهد، قاعدة البيانات الضخمة اللي اليوم بتعامل معها الذكاء الاصطناعي. نحن اليوم كنا محدودين بعدد موظفين للموارد البشرية في شركة أو مؤسسة في قطاع عام أو خاص، من ناحية تقبل السير الذاتية، حتى السير الذاتية اليوم لما تستخدم من الكادر البشري زي ما كنا نعرف في الماضي، كان في عدد معين من السيفيات ممكن تصل لمسمى وظيفي هم طالبينه، لكن باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومنصات اللي تدعم الذكاء الاصطناعي ممكن أن تستقبل آلاف من السيفيات وطلبات التوظيف. ففعليا أول تأثير كان على الموارد البشرية في عملية التوظيف هو عملية اختيار المرشحين وبناء قاعدة البيانات
للمرشحين لهذا الشاغل اللي هم طالبينه. طيب أستاذ صبحي، يعني زي ما شفنا وزي ما ذكر الاستطلاع، حوالي 77% عندهم تخوف من الموضوع، ومنهم كتير من الشباب الصغير، يعني نتكلم على جين زي أو حتى جين ألفا اللي هم حاليا أطفال. كلمنا عن التأثيرات المحتملة في المستقبل على هذه الأجيال مع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأكبر المخاوف. نعم، طبيعي أنه يكون في مخاوف، لأنه اليوم نحن عم نواجه بعض الصعوبات زي ما ذكر التقرير والضيوف السابقين في عملية قبول أو رفض السي في أو السيرة الذاتية. اليوم في عنا الذكاء الاصطناعي زي ما بتعرف اليوم مبني على خوارزميات، فبالتالي هاي الخوارزميات أيضا بتكون غنية بمصادر معلومات كبيرة. فاليوم الذكاء الاصطناعي بحاجة أنه يحصل على معلومات كثير عن المتقدمين، لازم يكون في عنده بيج ديتا، وبيستخدم هذه البيج ديتا والبيانات الضخمة حتى يقوم بعملية اختيار المرشح المناسب من ناحية طبعا شهادات ومهارات. ليش اليوم الجيل الجديد أو الزي جينيريشن عم بحاول أن يكون في عنده تخوف من عملية التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي في التوظيف؟ لأنه بتعرف دائما الذكاء الاصطناعي عم يفرض علينا خوارزمية معينة. عم نحكي اليوم ببساطة على كتابة السي في. اليوم السي في حتى أنت تكون تقدر تقدم على شركة تستعمل نظام يدعم الذكاء الاصطناعي، لازم يكون سيفيتك بنظام الاي تي اس او نظام التتبع للمتقدم للوظيفه. فبالتالي لما بتكون سيفيتي عليها صوره او منسقه بطريقه معينه النظام حيرفضها. فاليوم نحن بحاجه انه يكون في عمليه وعي سواء للجيل المتوسط او حتى زي جينيريشن. لما اظهر التقرير انه 77% عندهم تخوف، لانه التعامل اليوم مع الاله والبرامج والتشات بوت والناس متعودة عادة يعني يكون التعامل إنساني، أكيد أثر على الزي جينيريشن. الزي جينيريشن دائما بيفكر بعملية خلينا نجي نحكي الورك لايف بالانس في الشغل، ولازم يكون دائما في عنده هيومن مقابله في عملية التوظيف. فدائما هذه أحد التخوفات يلي دائما بالذات الجيل الجديد عم بيحاول يتخوف منها حسب التقرير. نعم، طيب ماذا عن واحنا حكينا عن هذا الموضوع طبعا خبراء الموارد البشرية هنا، شن هي التحديات اللي تواجههم عند استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف؟ نعم، هلأ في كتير تحديات زي ما حكينا. أول تحدي لسه الناس شوي يعني التطبيق موجود، لكن الوعي بالنسبة للمتقدمين شوي بحاجة أنه يكون في أكثر. اليوم نحن طبعا بحاجة نهتم في السيرة الذاتية وفي بناء السيرة الذاتية. اليوم الأنظمة خلينا نجي نحكي منصات التوظيف اللي بتدعم الذكاء الاصطناعي زي لينكدين وكثير من المنصات تعتمد على فورمات معينة في السيرة الذاتية. فبالتالي عملية الوعي للمتقدمين اليوم، أنا ما لازم أقدم سيفيتي أو سيرتي الذاتية عبر هاي المنصات إلا لما تكون هذه السيفي متوافقة مع الـ ATS system، خلينا نجي نحكي اللي بيقدر الذكاء الاصطناعي يفهم إنه يفصل الخبرة العملية والمهارات وا 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 وا. فهي أحد التحديات بالنسبة لخبراء التوظيف، إنه أنا ممكن يصلني 5000 طلب، لكن للأمانة الذكاء الاصطناعي اختار فقط 100. السبب انه هو في عنده بيانات ضخمه جدا وبيعتمد على فورمات معينه من السيارة الذاتيه، فبالتالي انا حرمت من كثير من اشخاص ممكن انهم يكونوا اصحاب مهاره، ممكن يكونوا انا يعني كانسان ممكن اني لما اقرا السي في بالطريقه التقليديه انه اظهر فيها بعض المعلومات وممكن هذا يكون المرشح المناسب. فهي احد اهم التحديات، عمليه القبول او الرفض بناء على السيره الذاتيه وتنسيق السيره الذاتيه بشيء انه يناسب نظام ادوات الذكاء الاصطناعي زي ما حكينا اللي هو الاي تي اس سيستم او نظام تتبع مقدم الطلب. التحدي الثاني نحن فعليا عم نواجهه كمان عمليه الاختيار. يعني في عمليات انسانيه من ناحيه السلوك، هلا الذكاء الاصطناعي حيوصلك لمرحله لاعطاء القرار، لكن بالنهايه هو لن يعطي القرار عنك. فبالتالي مهم جدا يكون في تدخل انساني بعد ما يكون في عمليه يعني خلينا نجي نحكي بناء داتابيز فيها مرشحين، خلاص اخترنا المرشحين، اخترنا المهارات. أهم التحديات عملية صنع القرار بالنسبة لنا نحن كفريق توظيف. هل ده معناه أنه ما فيش أي تهديد لوظيفة مختص الموارد البشرية؟ أنه لا يستبدل بالذكاء الاصطناعي؟ والله حقيقة يستبدل في بعض الأمور. اليوم نحن خبراء الموارد البشرية زي ما بتعرف أنت في كتير functions في دائرة الموارد البشرية في التوظيف. اليوم عملية أدوات الذكاء الاصطناعي عم توفر وقت،
عم نوفر جهد، عم نوفر دقة، عم نوفر سلوك. حتى اليوم المقابلات وتحديد المقابلات عم بتتم عن طريق الذكاء الاصطناعي والشات بوت. فبالتالي كل هذه الفانكشنز والأوبريشنز الموجودة في الموارد البشرية عم تحاول أنه تقلص أعمال عادة موظفين الموارد البشرية. لكن هناك أكيد في صنع قرار، هناك أكيد في بعض خلينا نجي نحكي تطويع لهذه النتائج اللي طلعت فيها تطبيق الذكاء الاصطناعي من قبل فريق الموارد البشرية. فبالتالي العنصر البشري ما يخافوا فريق الموارد البشرية إذا فعلا يعني بس تموا لازم يطوروا نفسهم. طيب الأكيد حيكون في تقليص على الأقل لك يعني في الوقت الحالي، ولكن لازم الشخص يتطور حتى يضمن البقاء أو يضمن وظيفته حتى يعني المنصب يفضل موجود. يعني أشكرك خبير التوظيف والموارد البشرية الأستاذ صبحي الحمصي، شكرا جزيلا لك. وهكذا وصلنا معكم مشاهدينا لختام هذه الحلقة من برنامج اليوم. إلى اللقاء. يمكنكم التواصل معنا على مواقع البرنامج. دمتم في رعاية الله.